هلا والله شباب، الحين احمد مكي نزل اغنية ضرب نار صاروخ جوي، الاغنية بعنوان شكرا يا ماما، شكرا الاغنية بعنوان شكرا يا امي، اغنية والله خرافية خرافية يا احمد يا مكي. واحمد مكي دايما بيفاجئنا باغاني صراحة جامدة، وبيعمل حاجات جامدة جدا، وبيعمل مسلسلات، وفي مسلسل قريب الكبير من احمد مكي. والله يا شباب الاغنية زي ما قلت لكم انها روعة، واني فرحان فرحان موت، لان الكبير قوي 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 جدا، وده حالك لما تسمع اغنية شكرا يا ماما. والله يا شباب الاغنية ضرب نار يا شباب، والله انا برقص على الاغنية بدون ما اسمع. والله يا شباب برقص على الاغنية بدون ما اسمع، لاني يا سعودي احفظ الاغنية من اول دقيقة. والله يا شباب احفظ الاغنية من اول دقيقة. فوز شباب الطيش والدنيا ذابحة وشد عليه يا ولد. شباب الطيش والدنيا ذابحة وشد عليه يا ولد. يا اخوي. نعم يا عم، في ايه؟ ما عرفت ان الكبير قوي راح ينزل الجزء السادس يا عم كدام انت هتزيد. والله يا اخوي، والله يا اخوي راح ينزل الجزء السادس يا ابني. ازاي يا ابني؟ والله الناس كلها على الفيسبوك والانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، الناس كلها تقول ان راح ينزل. والله ما انا عارف راح ينزل امتى، لكن راح ينزل. والله تلخبطني في اللهجه يا عمي. يا اخي ده عمل جزء اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس. والله راح يكسر. طبعا ده كان فيديو سكتش كده صغير هزار يعني. المهم يعني اللي احمد مكي طبعا الاغنيه بتاعت شكرا يا ماما عمل اغنيه حلوه جدا، واضح ان هو هيعمل الكبير اهو الجزء السادس سادس. ودي مفاجاه طبعا للمتابعين والفانز بتوعه، اللي هو احسن مسلسل اساسا معمول يعتبر اللي احنا بنتابعه اكتر، مسلسل الكبير اهو. فدي حاجه جميله جدا اللي هو عامل الجزء السادس. فبس كده الفيديو خلص، ممكن يكون قصير بس ان شاء الله نكون ضحكناكم في اي ثانيه من الثواني. بس كده الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد في القناه انزل اشترك كده من تحت في كده زرار احمر بيقولوا عليه سبسكرايب، فانزل ظبطنا كده عايزين نوصل 2000 مشترك. خش كل الفلوجات اللي على القناه، بنعمل فلوجات، بنعمل فيديوهات كوميديه، بنعمل تحديات، فخش اشترك وشوف. يعني مش تيجي يعني مش لازم تشوف الفيديو ده بس، يعني شوف اي فيديو ممكن يعجبك وبس كده. وبس كده كان معكم بفيديو سلام. We'll be right back.